كل سنة وانتم طيبين. عارفين المقولة اللي بتقول يستفزونك لتخرج أسوأ ما فيك ثم يقولون لك هذا هو أنت؟ هو ده اللي احنا هنعمله بالظبط. مع كل ضحية هتيجي هنا هبقى متفق مع جوزها أو خطيبها وواحدة من صحباتها عشان أعمل فيها المقلب. بس المرة دي الموضوع مختلف خالص. لو عايزين تعرفوا إيه اللي هيحصل يبقى أهلا بيكم في برنامجكم الزفة. حلقاتك برجالاتك، رجلك برجل كل حياتك، حلقاتك شوفي ايه فاتك، بص تاني في ملفاتك، يا مأمنة للراجل خبر عاجل اللي بيبان غلبان، ده بيبقى طالع واكل نازل واكل، انسي معانا يوم وعينك للي عليه بقى الله يعينك، ده انت معانا بكل امانه هتطلعي وهيطلع عينك. انا اسمي احمد عبد العزيز، 26 سنه، متجوز دلوقتي داخل في 3 سنين. هو انا عايز اعمل مقلب في مراتي مش لسبب معين، هو تقدر تعتبره نوع من انواع الغداتة الغير مبرره، فاهم يعني؟ هو في العادي انا بعمل فيها مقالب كتير والله. كان في مرة كنت مفروض يعني ان انا قاعد في البيت عادي جدا من غير اي حاجة خالص، داخل المطبخ اعمل حاجات، لقيت النار هبت في وشي مرة واحدة عشان دلقة زيت على البوتاجاز. مرة في يوم دلقت لها صابون في الحمام عشان تتزحلق مرة واحدة عادي. اللي انا متوقعه من رد فعلها هو يعني عملت فيها مقلب كتير مش بقوة المقلب ده، وكان رد فعلها بيبقى ساعات مش لطيف، فانا مش قادر اتوقع اللي هيحصل ده هيبقى عامل ازاي. رد فعلها في العادي ما بيوصلش المد الايد، بس عامه بيبقى فيه زعل بالثلاث اربع ايام بقى تفضل تصالح فيها، تجيب هدايا، الكلام ده كله. شكلها هتكلفوني هدايا كتير فعلا. والله انا عايز اقول لها ان ده مقلب، هو يعني زي اي مقلب بعمله لها عادي، بس يمكن المره دي افورت شويه، بس ده والله من عشان بحبها ونفسي يعني تفضل حياتنا حلوه كده مع بعضينا. فكرت كتير ازاي نجيب الضحية عندنا، لقيت ان اكتر حاجة ممكن تحرك الست هو الشوبينج او الاوبن داي، واتفقنا مع صاحبتها انها تكلمها وتجيبها المكان اللي احنا فيه على اساس ان هي هتشتري لبس او اي حاجة ما شبه ذلك. المهم اول ما هتوصل يبدأ مقلبنا. هاي، ازيك؟ والله خلو تبع مي قالت لي ان احنا نتقابل هنا. اهلا وسهلا، اتفضلي. هي قالت ان هي مكلماكي. اتفضلي. اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. كله كويس؟ تمام. حضرتك اول مره تشرفينا؟ اول مره. انا بصراحه ما اعرفش اصلا اي حاجه، هي كلمتني وقالت لي نتقابل هنا. هو انا بعمل اوبن داي كل شهر يعني، وبجيب حاجات من تركيا وبجيب حاجات من فرنسا. انا بحب اللبس بتاع تركيا قوي. لا بس هو لبس تركيا مش هينفع مع حضرتك لان انت مقاسك اكبر من مقاس تركيا يعني. بصي كده دي. لا على فكره تركيا فيها كل المقاسات عادي يعني. اكيد. ماشي. بصي ده ممكن ينفع عشان يلم عندك يعني لو في اي دفوهات او حاجه. هو انا مش بحب البس قصير قوي كده، في عندك ما هو حاجات طويله. ميزة الاسود ان هو بيداري الدفوهات، فاهماني يعني؟ الالوان الفاتحه ما تنفعش للناس اللي يعني. لا انا مش بتكلم في اللون، انا بتكلم في الطول. قصدي فاهمه. خلود دلوقتي زمانها داخله على ايمان، وهتخش ايمان هتحاول تنكشها شويتين، وبعد كده تدخل اللي عامله دور الام تحاول تقنعها ان هي تيجي تحضر معانا السبوع، وهي اصلا ما تعرفناش ولا تعرف ايمان دي، هي رايحه عن طريق واحده صاحبتها بس احنا مظبطين معاها. هتخش عشان تقابل احمد عبد العزيز، زيزو جوزها اللي عامل فيها المقلب. جاهز يا ابراهيم؟ جاهز. جاهز جدا. طيب يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل لما خلود تدخل علينا. انتوا جاهزين يا رجاله؟ طب انتشروا. ايه بخبط من بدري؟ ايه عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كويسه. انت اخبارك ايه طنط؟ ايه اخبارك ايه؟ مش باينه ليه؟ وحشاني والله. انت كنت فين؟ والله الحمد لله على السلامه. والله انت عندك ضيوف ولا ايه؟ لا دي زبونه صاحبتي. طب النهارده اسمها بنتي بجد. الف مبروك. قلت لك ما لقيتيش قبل كده، واهل جوزها مش جايين وزعلانه واضحه، ترى عماله تعيط. معلش معلش. طب حاولي صاحبتك دي تيجي معاكي بس نكتر مع بعضينا كتير. معانا ازاي؟ انا ما اعرفهاش. قولي لها بس شوفيها. بقول اسمها ايه؟ مش مشكله. بقول لك يا اسمك ايه؟ خلود. ايه خلود عامله ايه؟ الحمد لله. بصي بس هسمحك بس تيجي بس اسبوع بنتي. هي دي جارتي اللي تحت. عشان اول حفيد ليا. وبنتي زعلانه عشان اهل جوزها مش جايين، واخده على خاطرها وعماله تعيط. فهسمحك بس. مش هينفع. هقول لك ليه بس؟ هقول لك ليه؟ بصي هقول لك على حاجه. احنا في الدور التحتاني.
تيجي بس. طب ممكن شويه صاحبتي جايه؟ لا لا، على ما صاحبتك تيجي تكوني شربتي المغات. هنرش. طب انا هقول لك على حاجه، اسمعيني بس، نستنى صاحبتنا تيجي. لا مش هي، لا عشان احنا محضرين الحاجه وهنرش الملح اوام اوام. اسمعيني، احنا ما هنرش رش الملح. لا ما ينفعش، لو جينا قبل رش الملح لا ما ينفعش. انا عايزاكم في رش الملح. ليه؟ ايه يعني كده؟ عشان نبقى كتره مع بعضينا، عشان ما فيش حد معانا، وانت عارفه ان هي يتيمه وغلبانه وملهاش حد. طب بصي يا طنط، طب انا هقول لك على حاجه، انا يعني يلا يا حبيبي. طب ممكن نخلص وننزل تكون ما جت عشان بس ما طيب ماشي. يلا يا حلوه يا ملزلزه يا جميله، يلا استناكي. ماشي خلاص خلاص، استناكي. خلاص يا حبيبتي، خلاص يا ايمان، خلاص يا معاكي. واقول لك لا، حاضر يا طنط. ماشي يا حبيبتي، ما عملكيش. حاضر يا طنط، من انت عارفه ان هي زي اختك. حبيبتي وانت يا حبيبتي، يلا باي. طب انا مكسوفه، انا ما بعرفش حد ما اعرفوش. طب احنا ممكن ننزل بس نقعد 10 دقايق لحد ما تيجي وبعد كده نمشي. بتكسف جدا، ما هنعمل ايه؟ طيب انت قلت لها اوكي يعني، مش هينفع كمان اسيبك في الاتيليه لوحدك. تيجي مره تانية وتفرجي على بقيه. خلاص طيب ماشي، خلاص ونكون جبنا مقاسات كويسه، مقاسات كبيره، مقاسات صغيره، كل المقاسات اللي مناسبه. اهلا 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 وسهلا، ازي حضرتك؟ عامله ايه الاخبار؟ ايه من عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام، منورين الدنيا. اهلا وسهلا بيك. طب يا ابني خلاص، انا هخلص كده وهنزل لك على تحت. يلا سلام. انا هجيب ميشو واجي طبعا. طب روح يلا. طب بقول لكم ايه يا جماعه، هو مفيش اغنيه اسبوع نشغلها؟ بعمل ايه انا؟ فين انا؟ بتعمل ايه هنا؟ ما بعملش حاجه، بعمل ايه؟ اكون بعمل ايه يعني؟ واقف مع الناس. جوز بنتي انا. جوز بنتي مين؟ ده جوز بنتي انا. دي؟ دي جوز بنتي. احلى منك ايه؟ انا كنت هقول لك. كنت هتقول لي ايه مهزه انت؟ يعني ايه متجوز عليا انت عبيط؟ وهي اللي قولي بقى، ولا انا التانيه، ولا مش انا حاجه؟ شفتي بحكي له عنك؟ شفتي؟ لا ثواني. لا والله فيك الخير، كتر خيرك. ايه مدام خلود، هو دلوقتي بس اللي حصل ان هو لما جيت اقدم لاختي، هو قال لنا ان انتي اوريدي اختك. مين انتوا؟ انتوا مجانين؟ طب ثواني بس، لحظه واحده انا افهمك الموضوع. ملك اختي، هو جه تقدم لها الكلام ده تقريبا من سنه وشويه كمان، يعني بعد ما اتجوزنا من سنه وشويه، يعني كنا لسه عرسان جداد ولطاف. ايه الغلط في ده يعني؟ ايه اللي انا عملته غلط يعني؟ يعني انا ينفع انا اعرف راجل عليك واتجوز عليك؟ انت عبيط. انت هتلحقي عيب اللي انت بتقوليه ده؟ لحق ايه؟ هو حلال ليك يعني وحرام عليا؟ لا هو طبعا حرام عليك يعني، ازاي يعني؟ هو عادي انه يتجوز. انتوا رجاله بقى زي لا مش رجاله. انت رجاله اختك؟ طبعا ارضاها. ايه المشكله اما اتجوزها الرابعه ليها اصلا؟ انت اصلك مش راجل زيه. لا بقول لك ايه؟ طب ليه يعني؟ ليه؟ انا عايز انا عايز امشي. على فكره لولا ان انت ابنك ايه؟ ابنك مش محترم. ابني لا، عيب عيب ابني. لا طنط انا مش عايزه اخد فيك عشان ست كبيره. ده جوز بنتي. قولي لها حماتي. يا عيب والله العظيم شكلكم عيب. ارد على فكره عليك عشان انت في بيتي. انا مش عايز ارد عليك بيت عشان ايه؟ وانت بقى اللي جايب لها البيت ده، ولا عايش على قفاها، ولا بتعملوا ايه؟ لا لا عيب والله. والله انت لو مكاني هتهدي
إيه؟ بصي اصلا العيب مش عليك، العيب على الراجل ده. انا مش كلمتك الراجل ايه؟ انت هتقعد معانا اهو اهو، يعني يعني شوف الناس بتعمل عشان مالكش حق. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ بيحبوك. انا عايزاكي. هو قال لنا ان انت ست كبيره، ما قالش ان انت شابه صغيره. طب شفتي شفتي بتعملوا ايه بقى؟ هو ضحك عليك وطلع نصاب. يعني ايه بقى؟ عيب والله. ما بقيت نصاب، بقيت نصاب دلوقتي، بقيت نصاب. يعني لو هي اصغر مني انا موافقه. يا حبيبتي هو قال لي لو هي اصغر. انت بتعمل ده نصابين. انا ما ضحكتش يا عزيزي، احنا لازم نحل المشكله لو سمحتي يا خلود. هو دلوقتي في ناس. انا مستحمل شخصيه تافهه وفاشل في شغلك وفاشل في حياتك. ده انا شويه هصرف عليك. انا دلوقتي بقيت فاشل يا بنتي، ما انت عادي، كانت كل حاجه دي كانت عاجباك. كانت كل حاجه عشان انا ساكته وراضيه عشان مستحمله. طب ممكن لو سمحت ممكن نحل المشكله؟ انا عايز. لا ممكن نحل المشكله. طيب بصي 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 يا خلود، انا عايز اقول لك على حاجه. هو الراجل لما جه هو ما عملش حاجه حرام، هو اتقدم لاختي على سنه الرسول. تمام ماشي. وانا بقى من حقي ان انا اطلع، انا مش عايز اعيش معاه. هو احنا ما نرضناش خراب البيوت، دي اول حاجه. انتوا اصلا الناس تعرفوا اصول؟ طبعا. انت يعني انت تعرف ان هو متجوز واحده ولسه متجوز قريب؟ يعني مش واحده، ده انا بقول لك نخلف وانت اللي مش عايز. طب هو الموضوع ما اقدرش اخلف في حتتين. انا اخلف في حتتين ازاي يعني؟ اصبري انا هحلها لك. انا عايز امشي ومش عايز اشوف وشك تاني. لا انا مش عايز. لا 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 هد نفسك بقى، مش عايز. ما ينفعش. المشكله ان هو يتجوز مستفز في ايه؟ يعني الجواز بيستفز حد دلوقتي؟ انت مستفز اكتر منه. ايه الاستفزاز في ده؟ على فكره هو كان اصلا على انت بس عايز. والله عشان حسبي انا اصلا اهلي ما كانوش موافقين على الجواز السودا دي. انا عايز الشرط تعالى عقد اخوها عشان انتوا مش عارفين انا عايشه انت اصلا معيشني ازاي. طب احنا نعيش مع بعض عيله على فكره. نعيش مع مين؟ نعيش مع اشكال زيكم؟ لا على فكره كده عيب. انا بقول لك ان كده عيب. انتوا اصلا ما تعرفوش العيب. انتوا نفسكم. انا مش عايز ارد عليكي عشان انت في بيتك. انت اصلا مش محترم. انا مش عايز برضه ارد عليكي عشان انت في بيتك. وبعدين من الاول والاخر يعني هو ما يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني هيبص لك ويسيب ملك؟ ما هو ما يصحش يعني. صح. وبعدين ده عندك ميشو. خلاص ماشي طلقني. لا احنا ما رضيناش حرام البيوت. ماشي انا بقى هكلم امك واخواتي الرجاله عشان يعرفوك يعني ايه رجوله. دي مشاكل بيننا. يعني هم اخواتك الرجاله هيجي يعملوا لي ايه؟ هيجي يعملوا لك وانت ما تعرفيش تسدي يعني؟ عليهم. انت ما تعرفيش تسدي؟ لا انا اعرف اسد. انت بس الدلدله وخلاص وصوت عالي. انا مستوايا مع ناس زيكم. بلاش غلط. ما انت صوتك عالي اهو. بلاش غلط. ايه؟ بس 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 هو بيقول ان اخواتك بيخافوا منه. مالك يا مؤذي؟ يا مؤذي دي مش حقيقة. مش حقيقة دي والله العظيم. احبسك. ليه ليه هو عمل ايه غلط عشان تحبسيه؟ عشان هو كده. لا لو سمحتي ما ينفعش الحكومة تدخل بيتنا عشان القواضي اللي على ملك. يا ملك انت اهو يا ملك ابعدي. حرام عشان ربنا ما يرضاش بكده. لا طبعا مش حرام. بس كنت تاخد بس مستفز ازاي؟ بص بتحكم مستفز ازاي؟ يا رب تموت يا شيخ. يا رب تموت. طب ما انت هتبقي ارمله لما هو يموت. يا عم هو اصلا عايش في ذمته بعد كده؟ ايه الهبل ده؟ انتوا مجانين. انا ماشيه. انت ماشي. لا هو انا عايز افهمك حاجه على فكره. انت دخلتي وعملتي مشكله وبوظت لنا السبوع بتاع ميشو وما ينفعش كده خالص يعني. انت زي افهمك حاجه على فكره. انت دخلتي وعملتي مشكله وبوظت لنا السبوع بتاع ميشو وما ينفعش كده خالص يعني. انت زي بس بس هتعيشي معانا. هنا هتعيشي معانا. هتعيش كلنا. وانا ايه مش لاقيه بنت؟ انا هشيلك على جنب زي بنتي بالظبط. انت انت ام اصلا؟ انا هشيلك زي بنتي. انت ام؟ انت بنتي؟ انت بنتي؟ انت بنتي؟ انت بنتي؟ معايا بنتي؟ معايا هي وانت بنتين. على فكره والله العظيم انت مش فاهمه ان اصلا ملك متجوزه اربع مرات قبل كده. طب ما هو عادي اهو. انت لو اتطلقتي واتجوزتي ايه المشكله؟ خطفت رجاله صح؟ لا هي ليه خطفت رجاله؟ هي بتتجوز ميشو. مين انا مالي ومال ميشو؟ وبعدين انت كده بوظت السبوع. بوظت اسبوع بنتي يا شيخه. بوظت اسبوع بنتي كده. انت فاتحه بطنها. ما ينفعش كده. ليها يا رب تموت انت وهي وال الواد. والله العظيم يا رب. يعني شوفي الناس بتعاملك ازاي وانت بتعاملني ازاي. معلش انا مفتريه. طلقني حالا. انا ما غلطتش عشان اطلق. طلقني. انا يعني اتجوزت. طلقها هيريحك. غلطان في حاجه. يعني لو انت اطلقتي هتبقي مرتاحه؟ انا لسه صغيره اصلا عن هم وعن. طيب ما احنا كنا عايزينك تيجي تقعدي معانا واشوف حياتي وارجع اخرج واعمل كل اللي انا عايزاه بدل اللي انا عشت معاه ده. صلي على النبي. ايه المشكله لو احنا عشنا كلنا مع بعض؟ شخصيه تافهه. انت متجوزه
حاجه في الدنيا. طب وانت كنت راضيه بيه ليه؟ جاب ايه؟ جابني شقه في جبت فلوسها منين يا روح ماما؟ انا عرفت اجيب فلوسها يعني. جاب بجد؟ اه جبتها كلها. وعملت اصلا كده امتى؟ وفين؟ بقالك من سنتين. وانا اصلا عارفه كل حاجه، انا عارفه انت بتعمل ايه، بتروح فين. يا عبد العزيز ما انت ما تضحكش يعني، ما تبقاش مستفز برضه. احنا عايزين نحل المشكله. بص يا استاذه خلود، انا انت لو عرفت ان انا اعرف راجل غيرك كنت عملت ايه؟ ده غلط اصلا، ما ينفعش. ده حرام. طبيعي كان هيطلقك. ما هو انت لو عرفتي راجل تاني هو هيطلقك، ده شيء بديهي يعني. هو دلوقتي عارف واحده تانية ايه بقى تطلقك؟ ده حلال، هو عادي. انت لا، انت ازاي كده؟ انا طبيعي جدا. انت اللي ازاي كده؟ انت ممكن تجمعي بين زوجين. والله العظيم ربنا هيوريك ايام سوداء انت وعيلتك دي. وانت بقى ربنا وقعك في شر اعمالك ان انا اجيب بالصدفه عشان تعرف ان انا لما بحس بحاجه بتحصل. انا كنت اقول لك على فكره، احنا كنا متفقين. كنت هتقول لي ايه؟ اهو اهو انت اسمعيني اسمعيني اسمعيني. عبد العزيز تعالى لو سمحت. يا عبد العزيز لو سمحت لو سمحت، ابعد كده ابعد لو سمحت. شو اللي بقى من هنا؟ ممكن بس يعني انا عايز اقول لك على حاجه. الموضوع ما فيه ان هو دلوقتي انت بتتكلمي في الجواز وهو كان متجوز واحده واثنين وثلاثه. انا على مين فكره مين اللي كان متجوز واحده واثنين وثلاثه؟ انت بتقولي له اتجوزت اثنين، فهو الموضوع عادي على فكره. انا ماما كان بابا متجوز عليها ثلاثه. متجوز تاني؟ وعملت ازاي كده؟ بفكر لسه. لا هتتجوز عليا؟ لا ثواني بقى. لا ثواني، هو هيتجوز عليكي. ايه بقى ايه موقفك؟ هيتجوز عليها. ايه موقفك؟ ايه موقفك يا طنط؟ يا ام الولاد القمر دول. طيب ممكن لو سمحتوا نهدى شويه عشان ملك محتاجه ترضع ميشو. يلا ملك رضعي ميشو. ميشو انا تعبت. ميشو انت مسمي على اسم الكلب؟ لا 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 ابن اختي. ولو قلتي عليه كلمه انا ممكن بصي تشوفي مني وش ما شفتيهوش قبل كده. انا شفت كل الوشوش. الله اكبر الله اكبر عليكم والله العظيم. انا بتكلم معاكي لحد دلوقتي باحترام. انا عايز امشي. انا ليه كل ما اجي امشي تمسكوا فيا؟ انا مش ماسك فيك، انا عايز احل المشكله. انا عايز احل الموضوع. انا اهو ليه مكبره الموضوع؟ انت بتاخدي ادويه؟ بتاخدي دواء نفسي؟ بقول لك انت اسكتي خالص. انت اصلا سوا في مالي؟ هو انا متجوزه؟ انا مش فاهم بس انت ليه عامله مشكله من حاجه ممكن تتحل عادي جدا. يا ابني انت ربنا وقعك في شر اعمالك وفضحك وفضحك بالصدفه. ما تعرفيش الناس والله العظيم. انت كنت صح يا عبد العزيز لما قلت ان هي عندها مرض نفسي. هي دي نفعت ولا اسكت انت خالص؟ ايوه هو جه قال لنا اصلا ان انت عندك هوب هاي. ايه ده؟ هو في حد في الدنيا يعمل اللي انت بتعمليه ده؟ المفروض تبقي واقعيه يعني. ايوه ايوه يا حبيبتي. قمر عايزه امشي سيبيني. طب خلاص يا ماما ماما سيبيها سيبيها ماما سيبيها. انت ايه المشكله دلوقتي؟ انت عايزه ايه يعني؟ هو جاي بوظت لنا السبوع بتاع ميشو ومش فاهم ليه. انا حقك عليا وعلى ميشو. هاته ابوسه من راسه. حاضر انا هجيب لك ميشو بس نفرح شويه ونشغل الاغنيه. والله لا اجيب لك ميشو. هي لو بست ميشو خالص. انت ما تشتميش ابني لو سمحت. دواء في دواء تاخديه مهدد. طب انت انا مش قللت الادب. وطي صوتك يا ولد طويله عشان اضربك وهزقك واشدك من شعرك. لو شعرك اصلا اقسم بالله وامسكي ميشو. لو شعرك بلينسز والمركبه رموش. ايه اللي انت رايح متجوزها دي؟ سمي بس مش عارف. طب سمي لو امسكي على شكل انا بقى بس بقى مش غصب. ايه ده؟ ايه ميشو؟ ايه ماله؟ ميشو كاش. بص يا باشا احنا بنعمل فيكي مقلب وانتي فرهطتينا. ميشو كاش. بص يا باشا احنا بنعمل فيكي مقلب وانتي فرهطتينا. تمام؟ ولا في ميشو وعبد العزيز ما اتجوزش عليكي وهو عمال يضحك عشان انت بتضحك ليه؟ الموضوع مضحك قوي. مش عارف اقول لك ايه بصراحه. والله انا عايز اقول لك ايه؟ ما تزعليش مننا، احنا بنعمل فيكي مقلب. ممكن تهدي بقى خالص. احنا دلوقتي عملنا معاكي مقلب والموضوع كان بسيط. هو عبد العزيز اللي زودها عليكي شويتين وانا ما استفزتكيش خالص. انت كنت هتشوفي مني حاجات كتير ما رضيتش اعملها معاكي. كانت
والله العظيم حاجات كتير، وانت صعبتي عليا بس عشان الصريخ وزعيق، وعبد العزيز مستفز جدا، وعم برضه هتضحك. امشي يا عم، ان شاء الله نشوفكم بكره في حلقه جديده، واحتمال نجيب خلود من غير عبد العزيز. امشي، تصبحوا على خير. الرجالة لما يخونوا بيجيبوا ضرة تجيب النونو، نونو بيبكي في عينه دموعه وانت بتغلي عشان في سبوعه، نونو بيبكي في عينه دموعه وانت بتغلي عشان في سبوعه. حلقاتك واشتغالاتك هنشوف منك كل حالاتك، حلقاتك برجالاتك بدفاعاتك واندفاعاتك، حلقات شوتي وحلقات موتي وحلقاتك تنف انفعالاتك، حلقات شدي وحلقات هدي وحلقات هدي من حساباتك. يا مأمنة للراجل خبر عاجل اللي بيبان غلبان، ده بيبقى طالع واكل ناس الواكل، واللي مأمنة للراجل وتتساهل وتسيبه يروح من ايدها، لغيرها ما يبقى بجد تستاهل. اتجوزها وانت في غفلة وخلك بقى دمك يتصفى، وفجأة جيت في نص الحفلة لقيت انت اللي عليك.